بالحلقة الأسبوعية من المطبخ العربي العريق حنتوقف بسوريا لنتعرف على أشهى الأطباق. هاي شيف. هاي، كيفك ملك؟ الحمد لله، أنت كيفك؟ أشكر الله. أنا مبسوطة اليوم. مطبخ سوري؟ بحبه للمطبخ السوري. طيب، المطبخ السوري أكل غني بالطعمات وغني بالأصناف. مزبوط. فاليوم حنعمل كم وصفة. حنعمل فطيرة بالزيتون. حلو. شوية بالفرن أكيد. حنعمل شكرية، أما لبن أمه حنسميها. اللي هي شقف، لحم شقف بصوص لبن. هيدا كتير متأثر بالمطبخ التركي والمطبخ اليوناني، لأنه أكيد اللبن أكثر شيء إجا من هذيك البلاد. بعدين حنعمل صحن الأرض الشوكي المحشية. حلو. كمان صحن موجود بلبنان، موجود بسوريا، وموجود بفلسطين، موجود هيدا، بس كل بلد بيعملها على طريقته. أكيد حنعمل حضه رز بشعيرية، اللي هو من اللي بيجوا مع هالأكل. مزبوط. رز بشعيرية. أول شيء حنبلش بالفطيرة. أوكي. بدنا نعمل العجينة أول شيء. يلا. فينا عزبة بليز بجاد. الكبير هيدا. تفضل. حناخد هنعمل كوبين طحين. هيدي عجينة الفطاير، يعني فطاير بسباني ممكن. لا، هيدي فيها حليب. اوكي. يعني هاي الفرق بالعجينة، فيها حليب. فيك تعمليها بلا حليب اذا بتحبي. حنحط نص كوب زيت. زيت. خميره.